بص، هو لقب الصقر يمكن طلع عليا في تركيا في باشكتاش، لان باشكتاش هو النادي، هو اسمه نادي باشكتاش، بس هو الشعار بتاعه هو شعار الصقور، فهو دايما النادي اسمه نادي الصقور. فلما انا انضميت ليهم فبقى صقر جديد يعني للنادي باشكتاش، فمن هنا طلع لقب الصقر عليا، ان هو كان بقى بيطلع رسومات انا على يعني وشي وعلى على صقر جناحاته، فهو من هنا طلع لقب الصقر عليا.